جائزة أفضل مخرج تقدمها الفنانة درة. مساء الخير. جائزة أفضل مخرج طارق العريان عن فيلم ولاد رزق. مساء الخير. أنا كنت مش عارف أبقى مبسوط إن ليا فيلمين ولا دي عيب. فالحقيقة لأني كنت متضايق الأول إن أنا هنافس فيلمي، يعني أسوار القمر هينافس ولاد رزق. بس الحقيقة اكتشفت إنه برضو ليه ميزة كبيرة قوي، إنه خدت جوائز كتير على الفيلمين الحقيقة. فشكراً.